وللوقوف عند الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها حكومة بغداد مع إيران وتداعياتها المنتظرة، ينضم إلينا عبر سكايب من هلسنبورغ في السويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد. أستاذ فرات، مرحبا بكم. أهلا بك أخي الكريم، حياك الله. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الكاتب الصحفي داود البصري. أستاذ داود، حياكم الله وأهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. أبدأ مع الأستاذ فرات. أستاذ فرات، اتفاق بين حكومة بغداد وإيران بشأن الجماعات المسلحة في شمالي العراق، كيف ترى ما جاء في هذه الشروط؟ طبعا هي شروط كعادة إيران تفرض شروطها، وليست اتفاقية بمضمون يضمن مصالح الطرفين. إيران تسعى لكبح جماح الفصائل الكردية التي تؤجج الوضع الداخلي في إيران، ولكن ما موجود في العراق هم قيادات وعوائل لقيادات تلك الفصائل، وبذلك تسعى إيران إلى الضغط على هذه القيادات من أجل أن يوقفوا نشاط أحزابهم داخل المدن الإيرانية. وهذا جزء من السعي الإيراني لتهدئة الأوضاع ونقل الصراع الإيراني الداخلي إلى داخل العراق. في حالة قبول الحكومة المركزية بهذا الاتفاق، سيخلق أزمة كبيرة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، لأن إقليم كردستان أيضا لا يمكنه أن يطبق كل الاتفاقيات والبنود التي وقع عليها الجانب العراقي في بغداد، وهذا يخلق مشكلة دبلوماسية أيضا للعراق ما بين الضغط على جزء من العراق الذي هو إقليم كردستان وما بين تطبيق بنود اتفاقية تم التوقيع عليها رسميا. نعم أستاذ داود، أجدد الترحيب بكم. لنأخذ تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، تحدث بكل وضوح وشفافية عن الاتفاق الذي يلزم بغداد بإخراج المعارضين الإيرانيين وإلا ستتدخل بلاده لتنفيذ ذلك. هذا التصريح ألا يعد تهديدا للعراق؟ وبالتالي أين سيادة الدولة التي يتحدث عنها شركاء العملية السياسية أستاذ داود؟ النظام الإيراني عندما يتحدث مع الحكومة العراقية لا يتحدث بصفة أو بصيغة من دولة إلى دولة، وإنما من سيد إلى تابع له، من سيد المسؤول إلى آمر وتابع وأمر. النظام العراقي لا يمتلك أي مناورة للقبول أو الرفض. النظام العراقي ما عليه سوى أن ينفذ، لأنه في حقيقة الأمر تابع بالكامل للإرادة الإيرانية ولا يملك من أمره شيئا، لذلك هو في حيرة من أمره، لا يستطيع أن يرفض مطلبة إيران، وفي الوقت نفسه لا يستطيع أن يجبر الأكراد أو الحكومة الكردية في شمال العراق أو في كردستان على أن توافق على هذه الاتفاقيات. لذلك إيران لا تعرض شروط، لا تفرض شروط، وإنما تفرض أوامر، وهذه الأوامر واجبة التنفيذ، ولا يملك العراق أي مناورة برفض هذا الشيء، لأنه النظام في العراق نظام ضعيف، نظام ضعيف جدا، لا يملك من أمره شيئا. عناصر السيادة فقط اسمية، وإنما على جانب وجانب سيادة فقط أمام الأتراك وأمام الآخرين وربما أمام بعض العرب، أما أمام الإيرانيين لا، الخط مفتوح بالكامل والنظام خاضع بالكامل للإرادة الإيرانية، لأنه طبيعة تركيبة النظام السياسي لا تسمح له إلا أن يكون تابع لا أكثر ولا أقل. طيب أستاذ فرات، منذ أيام عاد وفد من واشنطن، وهذا الوفد أكد على التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن في ظل هذه الاتفاقية التي أبرمتها حكومة السوداني مع إيران، ألا تتضارب مصالح إيران والولايات المتحدة في العراق؟ بالتأكيد هذه الاتفاقية ستخلق أزمة إضافية للأزمات الأمنية الموجودة في العراق، فبالوقت الذي تسعى فيه إيران إلى فرض اتفاقية لنزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية الموجودة في العراق، ترفض الانصياع لمطالب العراق المتكررة بوقف دعمها للفصائل المسلحة الموجودة في العراق والتي تهدد سيادة الدولة وتهدد حتى أمن المواطن العراقي البسيط. هذه المشكلة حينما يتقاذف الجانبان الإيراني والأمريكي مصالحهم فوق الأرض العراقية، يكون العراق هو الخاسر الوحيد بينهما. في حال وقوع أي خلاف أمني بين إيران وأمريكا سيكون الصراع داخل العراق، فإما تقوم أمريكا بزيادة دعم الفصائل الكردية لخلق بلبلة في الداخل الإيراني، وإما تقوم إيران برفع مستوى التهديد من خلال فصائلها
للوجود الأمريكي في العراق، ودائما كنا نسمع كيف تتحدث الأطراف الإيرانية عن وجوب مغادرة الجانب الأمريكي للعراق وكأنه جزء من أراضيها دون الرجوع إلى الأطراف العراقية، أو على الأقل المطالبة دبلوماسية لتلك الأطراف بأن تسعى لتحجيم أو إنهاء هذا الوجود الأمريكي في العراق. أستاذ داود، هناك ربما سيحصل التباس إذا كانت مصالح الولايات المتحدة وإيران تتضارب، وإذا كانت المعارضة الإيرانية تتقاطع مصالحها بشكل أو بآخر مع مصالح الولايات المتحدة وطبعا ضد إيران، في هذه الحالة أي من الاتفاقات الأمنية ستعمل حكومة السوداني على تنفيذها في هذه الحالة؟ المشكلة في النظام الإيراني أنه ينقل النزاعات الداخلية إلى الخارج ويحاول تصدير أزمته الداخلية إلى الخارج، يحاول حل مشاكله، حل مشاكل نظامه مع الشعب المنتفض في إيران، مع المعارضة الإيرانية، حلها من خلال الدول المجاورة، وهذا طبعا أسلوب خاطئ وأسلوب مرفوض. لكن في الحالة العراقية هنالك الخلل، الضعف المركزي للحكومة وفقدان السيادة الحقيقية وعدم وجود إرادة حقيقية لدى صانع القرار العراقي بأن تكون هناك سياسة عراقية واضحة. الاتفاقية الوحيدة اللي يستطيع أن يقبلها العراق أو يستطيع أن ينفذها ولا يملك من أمرين هو التوافق مع الإرادة الأمريكية، يعني لا يملك أي قرار أو خيار آخر، لكن في الوقت نفسه يحاول أن يجد الموازنة الصعبة أو التوازن الصعب بل المستحيل ما بين الإرادتين الأمريكية والإيرانية. في بعض الأحيان هناك توافق المصالح بين الأمريكان والإيرانيين، لأن اللعبة الظاهر لعبة مشتركة يخوضوها داخل الأرض العراقية، لعبة شد الحبل وإرخاء الحبل ولعبة العصا والجزرة. الإيرانيين يتقدمون والأمريكان يتراجعون، والأمريكان يتقدمون والإيرانيين يتراجعون، وهكذا. العراق الآن أصبح ساحة مفتوحة للعب القوى الدولية فوق الأرض العراقية، سواء كانوا من الإيرانيين أو الأتراك أو حتى الكويتيين أو حتى الأردنيين، جميع القوى المحيطة بالعراق هي الآن اللاعب الأقوى من اللاعب العراقي نفسه. العراق يعيش فترة هشاشة حقيقية في نظام السلطة وفي طبيعة السلطة وفي طبيعة الحكم. العراق مع الأسف نظام العراق القائم الآن نظام هش، نظام يعتمد فقط على التظاهرات الدينية وعلى الكرنفالات الدينية الموجودة لا أكثر ولا أقل. أما على مستوى الفعل ورد الفعل وعلى مستوى صناعة الحدث والقرار لا يوجد شيء اسمه النظام العراقي مع كل أسف. أستاذ فرات، محللون وأيضا مراقبون للشأن العراقي يقولون أن تحرك قوات أمريكية جديدة في الخليج أو متوجهة إلى الخليج في الأسبوعين الماضيين قد تكون أحد أهدافها هو الوقوف حائلا بين إيران والمعارضة الإيرانية على أراضي كردستان العراق. هل هذا الطرح ربما يعني يصيب كبد الحقيقة مثلا؟ هو وارد. القوات الأمريكية لا يمكن أن تأتي فقط لحماية المعارضة الإيرانية، ولكن من جملة المصالح الأمريكية التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لحمايتها والحفاظ عليها هو وجود المعارضة الإيرانية في العراق. ولكن في حال الضغط على إقليم كردستان بسحب المعارضة الكردية الإيرانية من أطراف المناطق الحدودية، لا ندري إذا كنا سنشهد سنجار أو مخمور جديدة للأحزاب الكردية الإيرانية، أم سيكون هناك دعم ومنع مثل فرض حظر طيران للطيران الإيراني فوق المناطق الحدودية العراقية، أو نشر قوات تمنع اقتراب القوات الإيرانية ومعداتها وأسلحتها الثقيلة التي يمكن أن تصل إلى مواقع تواجد الأحزاب الكردية داخل الأراضي العراقية. يعني هناك كثير من الاحتمالات الواردة. أستاذ داود، عملية سرعة استجابة حكومة السوداني مع الاتفاق الأمني الإيراني وأيضا تؤكد على رفض وجود أي قوة تهدد أمن واستقرار الجيران، ولكن أليس تركيا جارة وتطالب منذ عدة سنوات بإخراج حزب العمال الكردستاني؟ كيف تحل تصرفات الحكومات المتعاقبة ونحن نتحدث الآن عن حكومة محمد الشيع السوداني؟ نعم، الحكومة العراقية استجابت للمطالب الإيرانية، ولكن استجابة غير فعالة حقيقية، لأنها لا تستطيع أن تقدم شيء، فقط استجابة صورية وشكلية، لأنها لا تملك نظرة شيء ولا يمكن لها أن ترفض أي مطلب إيراني مهما كان. السيطرة على حركات المعارضة في شمال العراق مسألة صعبة جدا من ناحية الجغرافية ومن ناحية السياسية ومن ناحية أمور عديدة.
أما عدم اعترافها بإرهابية حزب العمال الكردي فهذا راجع إلى أسباب داخلية أولاً، إلى أسباب العلاقة بالموقف الإيراني والعلاقة بالمناورة، وكذلك إلى علاقة بالتعامل مع حكومة كردستان. يعتبرون حركة حزب العمال الكردي التركي يعتبرون حركة معارضة مسلحة مناضلة من أجل حقوق الأكراد، لكن في الواقع هو في واقع التصنيف هو حزب إرهابي، لكن الإرادة الإيرانية ترفض الاعتراف أن يكون هذا الحزب إرهابي. لذلك المواقف العراقية ما هي إلا رجع صدى للمواقف الإيرانية، ليس أكثر ولا أقل. مثل ما قلت، العراق لا يمتلك سياسة حقيقية لا على أرض ولا على موقف ولا على أي شيء آخر، خصوصا حكومة السيد السوداني. أستاذ فرات، بالحديث عن تركيا، نحن يعني ربما يعني أخذنا جانب من التهديدات التي تهدد الجيران كما وصفها محمد الشاع السوداني. إيران تدعم ميليشيا حزب العمال الكردستاني، وأيضا الحشد يدعمهم في الوقت ذاته، ولكن هل ستبقى تركيا صابرة أمام هذا الدعم الذي يضر بأمنها القومي بنظرة استشرافية المستقبل؟ هل هناك تحرك عسكري أكثر ضراوة من قبل الجارة تركيا تجاه المنظمات الإرهابية التي تقطن في كردستان العراق؟ تركيا أساسا يعني كانت منذ فترة طويلة قد بدأت فعلا عملياتها العسكرية في عملية المخلب وغيرها، وكان القصف التركي مستمر على المناطق التي يتواجد فيها حزب PKK داخل العراق. ولكن ما سيحدث مستقبلا، ربما ستسعى تركيا إلى تصعيد التنسيق بين تركيا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق. نحن نعلم الخلاف الإيديولوجي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب PKK حول أحقية أي من الطرفين بزعامة الأمة الكردية، ولذلك فنرى أن حزب PKK يسعى لأن يفرض وجوده رغما عن حزب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما تقوم بتركيا بتنمية علاقاتها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، وحصلت زيارات لقادة من أربيل إلى أنقرة واتفاقات ربما لم يعلن عنها لكونها اتفاقات استخبارية سرية. ولكن على الواقع نجد بأن هناك فعلا دعم للحزب الديمقراطي الكردستاني لمواقف تركيا، بالإضافة إلى الدعم التركي لنشاطات الحزب الديمقراطي الكردستاني المناوئة لحزب PKK ضمن كردستان العراق. أستاذ داود، ضمن هذه التجاذبات بين الدول الإقليمية، هل ستصبح أراضي العراق ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية في المنطقة أستاذ داود؟ هو أساساً العراق الآن منطقة هشة ووضع هش ونظام غير مستقر، وبالنسبة للأكراد في الشمال الحكومة الكردية تلعب لعبة مزدوجة أيضاً. صحيح أنها تتفق مع الحكومة التركية، لكن في المقابل هناك جناح قوي داخل الأكراد يدعم الحركة الانفصالية الكردية التركية، لأنهم يبقون في النهاية هم أكراد، يبقون هم النهاية من نفس العرق ونفس الجنس، يبقون في النهاية قضية واحدة. الأكراد يتصرفون مع تركيا بمواقع القوة والضعف، لا يستطيع أن يقاومون المد التركي ولا يستطيع أن يجابون الأتراك، لأنهم يسحقون في ضربة واحدة، وأمنهم واستقرارهم يعتمد على الموقف التركي أساسا وعدم الهجوم التركي على مناطق أربيل وغير أربيل ومناطق كردستان العراق، وكذلك يحاول التوازن بين الموقف الإيراني والموقف التركي. لكن هذه لعبة خطرة جدا، لأن الأكراد من جانبهم لا يمكن أن يدينوا حزب العمال بشكل حقيقي وصميم وفعلي، لأنهم جزء منهم، فأنهم تيار متطرف لكنهم جزء منهم ولا يمكن أن يتخلوا عنهم، لكن يحاولون إيجاد فرص معينة من أجل أن يوازنون الموقفين، لكن موازنة طبعا جدا صعبة. وبالنسبة لتركيا، تركيا من الدول الكبرى في المنطقة والمؤثرة، وهي جناح الجنوب الحلف الأطلسي حلف الناتو، لذلك لا يمكن اللعب مع تركيا بهذه البساطة. تركيا ليست مثل إيران، إيران دولة منفلتة إرهابية بكل معنى الكلمة، لا تمتلك أي أسس حقيقية للتعامل بالدولة، دول من الدول المنبوذة والمعزولة. أما تركيا لها دور تجاري وسياسي واقتصادي وثقافي مهم جدا في منطقة الشرق الأوسط وفي جنوب أوروبا. أستاذ فرات، ذكرتم في بداية حديثكم أن هشاشة الحكومات المتعاقبة هي التي مكنت إيران من أن تفرض شروطها على العراق، ولكن يعني إلى متى ستبقى إيران المسيطرة والفارضة للشروط على العراق؟ طالما هناك تبعية من الشخصيات السياسية في العراق، طالما هناك مد إيراني يتغول ويمتد بجذوره تحت الغطاء الديني، ستبقى الحكومة العراقية ضعيفة أمام الإرادة الإيرانية
باعتبار أن هذه الإرادة نابعة من الولي الفقيه، من المرجع الديني، واعتبار أن هذه الرغبة هي رغبة مذهبية، ومخالفتها تعتبر جزء من مخالفة الدين بالنسبة لمن يعتبرون هذه المرجعية هي المرجع الديني لهم. ولكن أضف لذلك الدعم الإيراني لبقاء هذه الحكومة من خلال دائما تنمية المخاوف بأن هناك إرادة أخرى تسعى لإزالتكم من الحكم، سواء كانت إرادة أمريكية أو إرادة عربية، يجعل الضمان الوحيد لبقاء هذه الحكومة هو استمرار الدعم الإيراني والاستقواء بوجودها. هذا يجعل الحكومة خاضعة تماما ليقينها أو اعتقادها بالأصح بأن بقائها من بقاء هذا التواطؤ. عبر سكايب من هلسنبورغ في السويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد، وكان معنا عبر الهاتف من أوسلو الكاتب الصحفي داود البصري. شكرا جزيلا لكما.